نتكلم على مجموعة من الأطعمة الغنية بفيتامين كي، وكده هتأثر على جرعة الوارفرين، كرومب الأجعد، السبانخ، كرومب بروكسل، كرومب الأخضر الملفوف، أوراق الخردل، أوراق الليف، السلق السويسري، البروكلي أو القرنبيط الأخضر، الهيليوم، البابونج أو الشاي الأخضر، والأعشاب البحرية. في مجموعة من الحاجات التانية ممكن تسبب مشكلة أخرى، قد يؤدي تناول مشروبات معينة مع الوارفرين إلى حدوث نزيف، لذا يتعين الامتناع عنها أو تناول كميات ضئيلة فقط طول فترة العلاج بالوارفرين، ومن أمثلتها عصير التوت البري وعصير جريب فروت والكحول. وعلى فكرة عصير التوت البري بيوجد في كبسولات أحيانا لعلاج التهاب المسالك البولية المتكرر زي الكرامبري، يعني هو اسمه كرامبري وموجود في السوق بدواء باسم الكرامبري، عشان ناخد حذرنا. مع السلامة.